في البريمير ليج، ثاني أكبر الهدف سيخرج جوردن أندرسون، سيخرج جوردن أندرسون. يأتي إليوت، أرفي إليوت، يورغن كلوب يأتي حيوية لوسط الميدان بوصول أرفي إليوت. 10 دقائق من نهاية المباراة، نبي كيتا يغادر وجاء يأتي تياغو جوتا، خروج متوسط ميدان، وصول مهاجم تياغو جوتا. لا تياغو جوتا في مكان ساديو ماني، السنغالي غير راضي بالمرة، غير راضي في قسمات وجهه ساديو ماني. إذن لويس دياز، ساديو ماني، واضح غضب واضح على ساديو ماني، يريد البقاء في المباراة. هل أخذ القرار الصحيح يورغن كلوب بخروج ساديو ماني لقاء بمباراة كبيرة؟ هل كان عليه أن يخرج لويس دياز؟